السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا النهاردة في مطبخ ريمي ايه؟ الحمام المحشي. حمام محشي رز على أصوله، الحمام الأصلي معمول بكل أسراره وتكاته، وازاي تطلعيه باللون الجميل قوي ده، وازاي تعملي حمام ناجح معاكي وطعمه جميل ويشرفك قدام ضيوفك وأسرتك. طريقة ناجحة، طريقة تحمير جميلة، تركة حلوة فيها هتعجبكم قوي وهيعجبكم طريقته جدا. تعالوا نشوفوا كمان الحمام من جوه عامل ازاي عشان قبل ما نبتدي الطريقة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الحمامة، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الرز فيها جميل جدا جدا ومستوي قوي. شايفين جميل ازاي والحمامة مستوية خالص خالص، وازاي تعرفي هي استوت ولا لا. طريقتها جميلة جدا جدا، مش قادرة اقول لكم قد ايه الحمام تحفة، قد ايه الرز بتاعه مفلفل من جوه وحلو قوي، مش معجن مش ني، الحمامة مستوية خالص. عايزين تعرفوا كل اسرار الحمام بتركاته باسراره بلونه الجميل بكل ده، تابعوني في الفيديو، يلا بينا نعملوه سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بسم الله ونشوف هنعمل الحمام بتاعنا ازاي. انا معايا هنا اربع حمامات، جوزين حمام يعني، متنظفين كويس قوي قوي ومنقوعين في خل وليمون وملح ودقيق. شوفوا نضاف خالص، مهم قوي يا حبايبي تجيبوا الحمام من مكان نظيف موصوط منه ويتنضفوا ويتنقعوا حلو قوي عشان يطلعوا اي زفاره فيهم وكده. فهنضفهم حلو قوي، وبخلي الرقبة كمان من عظمة الرقبة، انا ما بخليش العظمة بتاعت الرقبة موجودة، فانا جايبة واحدة هي سايبها لكم بالرقبة بتاعتها علشان اوريكم بطلع عظمة الرقبة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسلكها بالراحة خالص كده خالص خالص كده اهيت، شايفين كده، واجي جاية قصراها بالراحة خالص، جلد الحمام ما بيستحملش. تمام تمام، ادي الرقبة، وادي اهي جلدة الرقبة نظيفة ومش مقطعة ولا اي حاجة. وبمسك اغسل الحمام كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، وورقه يعني اورقه يعني اخلي افضي الجلد ما بين اللحم والجلد بالراحة، الصبعي بالراحة خالص كده اورقه، لان شوفوا جلدته شفافه وخفيفه قوي مش بتستحمل خالص. وبالطريقه دي خلاص كده الحمام بتاعي جاهز على الحشو. طيب انا قبل الحشو هعمل ايه؟ هجيب الطبق معايا كده واحط فيه مثلا معلقه ملح، واحط فيه شويه فلفل اسمر، واقلب الاثنين على بعض كده، ملح على فلفل اسمر، واجيب الحمام بتاعي واتبله بالملح والفلفل الاسمر ده من جوه وتحت الجلد وفي الرقبه من فوق، مهم قوي الحركه دي. تمام، ملح وفلفل اسمر بس فقط لا غير، مش محتاجه اكتر ايه من كده. تمام، انا هعمل لكم محشي حمام محشي رز، بيبقى جميل جدا وخفيف قوي طعم جدا. الحمامه مهم، نظافه الحمامه قوي مهمه قوي عشان ما تلاقيش اي زفاره بقى ولا اي طعم غريب، ومكان المهم يكون مكان نظيف انت شاريه الحمام منه، ما تكونش الحمامه عيانه. تمام، يكون حمام دسم وحلو كده عشان تاكلي احلى حمام بجد، هيبقى تحفه. خلاص كده مهم قوي كده، خلاص انا كده تبلت الحمام بتاعي كله اهوت، وعملت له ملح وفلفل كتير اهوت بالشكل ده. ودلوقتي تعالوا معايا دلوقتي نشوفوا ايه هنكمل مع بعض ازاي. هنروح نعمل دلوقتي مع بعض خلطه الرز اللي هنحشي بيها الحمام، يلا بينا تابعوني. بصوا يا حبايبي، هنعمل دلوقتي خلطه الرز بتاعه الحمام. معانا معلقه سمنه بلدي، احنا الحمام بيحب السمنه البلدي بالفكره، ف مهم قوي سمنه بلدي. احنا قلنا بقى متفقين هنعمله الايه، الحمام على اصوله،
فتعملي دايت بقى مش عارف ايه، حاولي تحطي زيت، حاجه راجعه لك. بس احنا متفقين ان احنا هنعمل الحمام على اصول، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معايا معلقه سمنه بلدي، معايا ايه، تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا قبل ما معلقه السمنه تدخل معانا. معايا هنا بصلايه مبشوره مفرومه ناعم، معايا ومعايا الكبد والقوانص بتاعت الحمام مقطعاها، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكركم وقرفة وحبة بهارات صغيرين وبابريكا ورشة قرنفل صغيرة قوي قوي قوي، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بيه البصلاية، بسم الله. هطلعها بس تسليحة، مش هحمرها. الفكرة ده البصل اللي انا كنت متعرضاه معاكم قبل كده، مش بصل فريش. طبعا بصل فريش اوكي، بس انا ايه، طلعت بصل من اللي انا مفرزاه، تمام. تعالوا نقولوا ان الحمام بياخد قد ايه مننا رز، تمام. انا زي ما شفنا معانا اربع حمامات، الثلاث حمامات بياخدوا كوبايه رز، الثلاث حمامات كوبايه رز، كوبايه واحده رز، تمام. فانا وطبعا بتيجي حاطه انت ايه، كوبشه صغيره زياده بعد ما بتعيري كل كميه الحمام، يعني بقى على حسب كميه الحمام اللي عندك، سته تسعه كده، بتحطي الكوبايات الرز اللي هي محتاجاها بقاعده ان الثلاث ثلاث حمامات كوبايه واحده رز، بتحطي مثلا ثلاث كوبايات رز مثلا على قد الحمام اللي عندك، وتيجي واحده كوبشه كده زياده حطاها احتياطي، تمام. اساسا الرز لو اتبقى منه حاجه بيبقى جميل جدا وطعم قوي، فممكن تكملي سواه لان احنا هنعمله هنا نص سوا، وتضيفيه تاكلي مع الحمام بعد ما يستوي يبقى حلو قوي خالص، يعني مفيش مشكلة لو اتبقى رز من حشوة الحمام. كده انا شوحتها، هنزل دلوقتي بالكبد والقوانص بتاعتي، بسم الله. كبد وقوانص الحمام، وهشوحها واسويها شوية معايا وارجع نشوفه مع بعض. شوحت الكبد والقوانص مع البصل، هنزل دلوقتي كوباية ونص رز، عشان انا عاملة اربع حمامات، قلنا ثلاث حمامات بياخدوا كوباية رز، فانا عملت اربعة وربع وكوبشة كده، يعني تقريبا كوباية ونص رز هضيفها. وابتدي اشوح الرز بتاعي مع البصل وكده والقوانص. هضيف دلوقتي التوابل بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها، ملح فلفل حبة قرنفل صغيرين بابريكا برضو بهارات مشكلة حاجة صغيرة، حبة كركم صغيرين وحبة قرفة. لو تلاحظوا كل البهارات كمية قليلة جدا، كمية بسيطة، انا مش عايزة اقطع طعم الحمام بالبهارات الكتير، تمام. بسم الله. انا عايزة احس بطعم الحمام، مش عايزة يبقى الرز كله بهارات او الحمام كله بهارات فما الاقيش طعم الحمام، لا، دي حاجة زيادة عن حدها مش كويس، تمام. وأقلب بقى كده الرز بتاعي، حلو أوي البهارات كده بتاعته،
فرشته تحفه، فرشته جميله خاصه بالسمنه البلدي. مهم اقول حمام بيحب السمنه البلدي، حمام بيحب السمنه البلدي، لان ايه متفقين الحمام على اصوله. تمام خلاص كده انا شوحت الرز بتاعي حلو قوي اهوت. هنزل دلوقتي بنص كوبايه ميه، مش هحط ميه كتير عشان انا عايزه اسويه نص سوا. تمام انا مش عايزه اسويه ايه السوا الكامل، هحط له نص كوبايه ميه وهدي النار واسيبه يستوي نص سوا. تمام كده احنا عندنا بالفكره لو بتحب الرز محمر شويه ممكن سنه صلصه بسيطه او بشره طماطميه وياخد لون تلوين الرز. تمام انا عندي كده لونه حلو قوي فهتكفى بكده وهسيبه، هدي عليه النار هو زي ما انتم شايفينه وهغطيه كمان واسيبه ايه يستوي نص سوا ويبرد وارجع نحشو مع بعض الحمام بتاعنا نشوفه هنحشوه ازاي مع بعض. تابعوني. بصوا يا حبايبي انا غرفت جزء من الرز ده هوت عشان يبرد بسرعه ومعايا الحمام وهنبتدي نسمه. بسم الله ونشوفه بنحشو حمامنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد حماميه كده. تمام بسم الله وهبتدي احشيها من عند الزور الرقبه كده. تمام واخد حبه رز وابتدي احشيها بالراحه. بسم الله بالراحه. ليه؟ مش عايزين نقطع الزور. تمام اقلل الكميه في ايدي شويه. الرز مستوي نص سوا مش مستوي السوا الكامل، حتى لو بتسمعوا بيخبط شويه عشان يبقى مفرفر في قلب الرز، مفلفل في قلب الرز ايه علشان ما يتهريش مننا لسه هيتسلق. تمام هحشي كده هحشي بقى الحمام من الزور ومن ما بين الجلد واللحم ومن وفي قلب البطن من جوه في قلبها من جوه. ريحة الرز تحفة ورائعة. واي رز هيتبقى مني هكمل سواه، احط له كمان ميه واحطه على نار هاديه لغايه ما يستوي. تمام شوفوا الزور عندي كده ايه مش هنفخها، لازم تبقى مبططه كده يعني ايه زي عسل لما بتعمل بمبار ما بتملهاش للاخر، بتبقي مبططاها كده. تمام هبتدي احشي برده ما بين الجلد واللحمه بالراحه خالص. تمام بسم الله الرحمن الرحيم كده اللي بيقع حوالينا طبعا بنلمه تاني وبنحشوه. ننزل بقى على الجناب كده بايديا امشي الرز في الجناب كده. مش عايزين ايه نملى الحمامه كتير علشان لسه الرز فيه نص سوا لسه هينفش اكتر فما يفرقعش. مهم قوي بقى تاخدي بالك من ايه من حجم من كميه الرز اللي انت بتحطيها. طيب انا هنفض ايدي كده وابتدي اشوف الكميه اللي انا حطيتها مناسبه ولا لا. كده وانزل كده اسحب كده واتاكد. بصوا على الجناب. تمام اهو الرز انزله على جناب الصدر كده كده اتاكد ان انا مش كبساها. تمام واعمل ايه واحشيها من قلبها من جوه من قلب الحمامه من جوه كمان. كده الحمامه خدت كفايتها معايا وهنضفها من الرز اللي حواليها بقى. كده شوفوا
لازم انضفها من الرز اللي حواليها عشان ما تملاليش الشوربه رز. تمام، امسحها كده وانضفها كويس. وايه، واجيب مثلا راس، ممكن تعمل الحركه دي ولا، وتسد الفتحه بتاعه البطن براس، هتطلع ساعه السلق مش مشكله، بس المهم ان ايه، هتمنع عني نزول الرز من قلب الحماميه. واجي مكتفاها، بسم الله، براحه، برده كل حاجه براحه يا جماعه. الحمام ايه، جلده حساس قوي وخفيف قوي. بسم الله، خلاص كده، وانفض الحمامة واكتفها بازاي. اجيب الجناح، انا عايزاكم تشوفوا معايا، بصوا جناح الحمامة قدامها اهو. تمام، هجيب الجناح، انضف حواليه بس كويس، بعدين اجيب الجناح كده وراها كده. الحمامة بصوا، ما تضايقنيش في التحمير بقى، هعمل ايه، الجناح التاني. تمام كده، بصوا، وابتدي اساوي المنظر بتاع الحماميه بتاعتي. تمام، وامسح الرز، اي رز زياده امسحه بايديا، الم كده وامسح. وادي الحماميه عندي هي زي الفل، اتحشت وشكلها تحفه. وابطط الرز كده في قلبها علشان ايه، لما ينفش يبقى شكلها حلو وما يبقاش واخده رز اكتر من اللي هي عايزاه. دي الحمامية بتاعتي هي، بصوا، جميلة 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 كده. خدت الرز الكفاية، مش هتفرقع مني ان شاء الله خالص، وهنشوفه مع بعض هنسووه ازاي. انا كده هخلص كل كمية الحمام اللي معايا عشان ما اطولش عليكم، وارجع نشوفه هنسلق الحمام ازاي مع بعض. خليكم معايا لسه، هنكمل هحشي الثلاث حمامات الباقيين وارجع لكم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا دلوقتي معايا الحمام، معايا الميه المغليه اللي هسقط فيها الحمام. هبتدي اسقط الحمام ازاي، الحمامه على ظهرها مش على صدرها، يعني الصدر اهوت انا مش هسقط عليه، انا هسقط من ناحيه الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وادي الاربع حمامات بتوعنا، اوسع، بسم الله بالراحه كده. شوفوا الرقبه بتقفل، مش محتاجه اربط الرقبه باي رباط، بصوا قفلت ازاي. تمام، انا كده سقطت الحمام بتاعي، هضيف له ايه، هضيف له طماطميه سليمه كده متقطعه اربع ارباع، ممكن عصير طماطم برده، بصلايه معايا كمان، ملح وفلفل وحبهان وورق لورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهسيب الحمام هنا من اول 10 دقائق على نار عاليه يغلي، وبعدين ههدي النار واغطي لمده ساعه الا ربع لساعه، وهيكون مستوي 100% الحمام. من ساعة لربع ساعة هنرجع مع بعض ان شاء الله بعد التوقيت ده، نختبر الحمام ونشوفه استوى ولا لا. بعد الساعة لربع هنشوفه، واحنا هنعرفه ازاي بيستوي وازاي تختبر سواه. خليكي معايا وهنتابع النقط الصغيرة دي كلها مع بعض. تعالوا يا حبيبي دلوقتي نشوف الحمام بتاعنا اخباره ايه، استوى ولا ايه، قلنا هنختبره سوا. بسم الله الرحمن الرحيم، معايا الحمام اهو زي الفل. هعمل ايه، هشوف في الجناح، الجناح اضغط عليه سخن قوي، بتتك عليه بايد، بصوابع ايدك كده، فلو صوابع ايدك عدت في الجناح يبقى الجناح استوى. فانا شايفين مستوي خالص خالص كده، كده انت تعرف ان الحمام بتاعك استوى. يبقى كفايه عليه ونشيلوه، هنشيله دلوقتي من الشوربه بتاعته ونرجع نحمره مع بعض ونشوف هنحمره مع بعض ازاي. بصوا يا حبايبي، الحمام بعد ما طلعته اهوت مستوي وجميل جدا، هنحمره دلوقتي. تعالوا احنا
متفقين ان احنا هنعمل الحمام على اصوله، فهنحمره بايه؟ بسمنه بلدي. هتقولي كده لا، ممكن تدهنيه شويه زيت، معلقه صلصه، وتخليه الفرن يتحمر. بس انا بقول الحمام على اصوله هنحمره بسمنه بلدي، تمام؟ فانا هحمره بسمنه بلدي. طيب ايه الكبسه بتاعتنا الثانيه؟ الكبسه الثانيه بتاعتنا ان انا هجيب معايا ايه؟ انا عايزه الحمام وهو بيتحمر يديني لون حلو قوي. طيب معايا ايه؟ معايا هنا لبن. لبن هدهن الحمام لبن. ايه ده لبن؟ لبن، وهتشوفوا الحمام هتطلع متحمره عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، وادهن الحمامه بتاعتي. هتشوفوا قد ايه الحمامه هتطلع لونها تحفه. وادهن من ورا كمان. كويس قوي كده، واسقط في السمنه البلدي. تعالوا نشوفه سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها في النار قد ما اقدر تمام. خدوا بالكم مش هياخد تحمير نهائي. لبن هو ده السر في لون الحمام الجامد جدا اللي بيعجبكم قوي. وقلبها وقلبها كويس جدا جدا كده، وسقط الحمام. هتاخد لون تحفة، وبيتلون بسرعة بسرعة جامد. مش هتحتاجي وقت ان هو ياخد وقت تحمير، لا هيتحمر بسرعة. خلي بالك عينك عليه، ما ينفعش تسيبيه على النار وتروحي تعملي حاجة تانية. بيتلون بسرعة جامدة. انا هحمر معاك واحده بس اوريكم شكلها، واعرف احمر بعد كده الباقي. ممكن شويه بسوره مع سله برضو ممكن، بس بصراحه احنا متفقين هنعمل الحمام النهارده على اصوله. اصوله هو السمنه البلدي، واحنا متفقين الحمام بيحب السمنه البلدي، بيحب السمنه الفلاحي قوي. بياخد لون تحفه على طول. حمريها بقى حلوه الحمامه كده، لازم تحمريها حلوه قوي. بصوا يا حبيبي اللون، لون الحماميه تحفه تحفه تحفه. نطلع دلوقتي انا كده عطيتها اللون جميل جدا. ايه رايكم فيها؟ جميله جدا جدا وتحفه ومستويه زي ما انتم شايفين كده. هحمر الحمام اللي معايا كله وارجع نقدم مع بعض الحمام بتاعنا المحشي رز، وهيعجبكم جدا قوي. تابعونا. وده يا حبايبي الحمام بتاعنا المحشي بالرز. بعد ما حمرناه شوفوا لونه جميل جدا وريحته تحفه، وسهل قوي وطريقته ناجحه جدا. اتمنى تجربوا طريقتي في الحمام، هتعجبكم قوي. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.